تسرقتي بلا صداع بلا غوات بخاطرك، عطيتي ذهيبك ذهيبك وذهيب امك، جمعتي كل شيء وعطيتيه لهم. واخا عاودي لي هذه القصه في الاول، كيفاش تلاقيتي مع هاد النصابين؟ انا دائما كنخرج للخدمه في الصباح، حتى واحد النهار انا خارجه وانا نتلاقى معاهم، تلاقيت مع جوج ديال الناس، مراه وراجل. يعني ملي تشوفيهم ما غاديش تعطي عليهم انهم نصابين. هي قال على فكره بنتي جي نسولك على واحد الحاجه، بقاو كيسولوني على شي عنوان يعني. ديك بقينا بقى جبدوا معايا ديك الهضره، قال لي انا واحد المجموعه كنديروا داكشي ديال الرقيه الشرعيه وكنرقيو الحاجه باش ما باش ما تبعك حتى شي تابع عليها. بقاو وي 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 شد لي يديا، قال لي راني نشوف هذاك نشوف يديك. عطيته يدي انا، عطيته يديك تقت فيه، يعني شفتهم الناس نقيين ماشي شي وحده اللي تعطيهم الصابين. هي هذيك بقات تقول لي راه عندكم واحد العكس في العتبه ديالكم، شي تابعه شي سحور. انا قلت لي انا ما كنثقش بهذاك الشيء، انا قلت لي ما كنامنش بداك الشيء ديال الشعواده. هي هذيك درت لي خاطرو ديك الساعه، عطاني واحد النمره ديال التليفون. انت كتقول لي باغي تفكي منه. انا كنبغي غير بغيت نتفك منه. عطاني واحد لاكارت فيزيت ديالو، صافي خديتها من عنده، صافي مشيت لخدمتي. وبالليل رجعت للدار وانا ندور ديك الهضره في عقلي، قلت انا نشوف هاد العتبه هادي شنو فيها. بقيت كنقلب هكا، وشنو كان قالك فيها؟ قال لي فيها شي عكس العتبه. حنايا قدام باب دارنا دايرين واحد الطابيه كبيره قدام الباب ديال العتبه، من ناحيه ديك الطابيه لقيت بحال شي كتاب بحال شي حجاب، ما فهمتش شنو هو داك الشيء. اذا هاد الثقه غتزيد تكبر. إيه انا يا ضغط قلت عيطت لماما قلت لها شوفي شنو راه تلاقاو معايا واحد الناس وشنو قالوا لي، شنو قالوا داك الشيء راه بصح. حتى هي تلاقت معايا لغد لي عيطت عليهم، زعما بغيت نشكرهم ولا نجازيهم على داكشي اللي داروا معايا. جاوا عندي قلت لهم تفضلوا معايا دخلوا معايا للدار قدام الدار. قالوا لي لا ما ندخلوش للدار، قالوا لي عندك شي بركه شي ذهب شي فلوس، يعني نرقي زعما بحال نحفظوه لك، يقراو عليه يقراو يقراو عليه. قلت لهم دخلوا معايا، قال لك لا ما ندخلوش. يا هذيك جبت لهم داك الذهب ديالي وديال ماما، عندي انا كان ديك الساعه عندي كولي وماما عندها واحد السردله كبيره يعني غاليه، وثقت فيهم عطيتهم ليهم. قالوا لي ملي تكوني مخرجاهم ديريهم في جورنال مكتوب بالعربيه. هاكا لويتهم في واحد الجورنال العربيه نيت مكتوب بالعربيه. خرجتو ليهم، بقاو تيقراو عليه. قال لي غمضي عينك، داروا يديهم على راسي. قال لي غمضي عينك ما تحليش عينك نهائيا. الوالده ديالك ما كانتش؟ لا ما كانتش. هادشي من ديتك راسك تدير هادشي؟ مديت الراس، يعني ماما مكلفاني بكل شيء. هي هذيك بقات تقرا عليا، انا ثقت فيهم. انا ملي شد داكشي قدام العتبه صافي ثقه العاميه درت فيهم. سديتي عينيك؟ سديت عينيا. بقيت كان بقات تقرا، هو شي قرايه انا ما عرفتش شنو هذيك القرايه، ما هي قران ما هي حتى شي حاجه. بقى كيقرا السماوي، داكشي ديال داكشي ديال السماوي. داكشي غير في نفسه كيقولوا، كتسمعي انت غير داك التشويش ديالو. هي هذيك شويه ويقول لي حلي عينك، ويمد لي داك نفس داك الجورنال نيت. قال لي انت غتحطيه في بلاصه اللي جبتيه، وقبل ما تغرب الشمس جبديه مع المغرب. هي هذيك وانا نمشي داكشي اللي قالوا لي درتو. خديتي ذهيبك ودخلتي الذهب ديالي ودرتو في الماريو فين كان، بديتي الجورنال دخلتي لا بالجورنال ديالو محل. قال لي ما تحليش ديك الساعه حتى تقرب حتى تقرب المغرب، حتى يكون هما شدوا الكارو على الله في وصلو. يا هذيك حطيته في الماريو. ماما جات في العشيه قلت لها راه درت داكشي اللي عاودت لك عليه. قالت لي صافي ماشي مشكل، الا ملي تيتقفتي نتقتي فيهم وباينين متدين، يعني ماشي شي وحده اللي نصابين. يا هذيك ملي جيتني ملي وصلت المغرب جيت نحل هذاك. مع المغرب كتسناي؟ انا كنتسنى مع المغرب. حليت داك الجورنال لقيت غير تصدمت، لقيت شي جولاقات وشي شي زيوفه ملوي فيهم مع شنو داك الشيء. تخلعت انايا. الذهب مشى؟ الذهب مشى. تخلعت انايا، بقيت صافي بقيت غير كنغوت. تصدمت، ماما مسكينه تصدمات ما عرفاتش شنو غادي دير. هي هذيك كنعيط لهم بديك النيميرو ديال التليفون ديالهم، قالوا لي كنلقاها طافيه ما كايناش. مشيت ديك العريس بديك النمره، قالوا لي هاد النمره ما عندها لا كونترا لا حتى شي حاجه، يعني مشريه غير من برا. مشيت ديك العريس وقالوا لي البوليس ما عندك ما ديري، ما عندكش شي خيط لانه كاين اللي غادي يربطك بهم مي غيوصلك ليهم. ما صورتي والو منهم؟ ما صورت والو منهم، يعني هذوك اللي كيبقاو ينصبوا
كيبقاو ملي كينصبوا في هذه المدينه كيمشيو مدينه اخرى كينصبوا فيها. بقينا مصدومين ما عندنا ما نديروا. ما تشدوش هذوك الناس؟ لا ما تشدوش الان. انا ما عمرني سمعت عليهم شي خبر. صافي هذيك الديكلاراسيون ما نفعتني بوالو، حد الان باقي القضيه ضد مجهول، ما عارفين والو. نعم.